لكن نشوف اخبارنا النهارده. الخبر الاول، الشباب السعودي بيقترب من نجم ايفرتون، ده كمان وافد جديد للدوري السعودي. اقترب الشباب السعودي من حسم صفقه قويه من الدوري الانجليزي لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي. زي ما رومانو طبعا خبير الانتقالات عبر على حسابه تويتر وقال ان توصل فريق الشباب الى اتفاق شفهي مبدئي مع ايفرتون لضم اللاعب ديميراي جراي. خبير الانتقالات اشار طبعا ان الاتفاق خلاص يعني مقتصر حتى الان على الناديين، وهو اللاعب تقريبا وافق على كل الشروط. يبدا طبعا نادي الشباب بالمحادثات المباشره بشؤون الشروط الشخصيه للاعب وللنادي. هذا اللاعب طبعا انتقل يعني عنده 27 سنه، كان انتقل لصفوف ايفرتون في 2021، كان جاي من طبعا فريق باير ليفركوزن الالماني، كمان يعني مثل برينغهام سيتي وليستر سيتي على مستوى البريمير ليج. طيب خبر من برشلونه بيقول انه برشلونه خلاص بيتخلص من ديست طبعا اللاعب اللي كان عليه يمكن كلام كتير جدا، ما شاركش بصفه دايمه مع فريق برشلونه. النهارده برشلونه بيعلن رحيل طبعا نجمه الامريكي الغيب الغير مرغوب فيه ما بين قوسين كده ديست عن صفوفه. وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي النهارده انه توصل النادي لاتفاق مع ايندهوفن الهولندي بشان انتقال ديست الى صفوفه، ما بين قوسين كده اعاره حتى 20 او مع نهايه الموسم القادم او في يوم 30/6/2024 مع اوبشن احقيه الشراء. اضاف كمان التقرير انه بيحتفظ برشلونه بنسبه مئويه من البيع المستقبلي، بياخد اللاعب طبعا الامريكي الموسم الثاني على التوالي على سبيل الاعاره بعد ما قلت لحضراتكم جه في صيف 2020 كان جاي من فريق اياكس الهولندي. كشف برضو رومانو الخبير انتقالات اللاعبين في اوروبا على حسابه تويتر ان ايندهوفن هيدفع 50% من راتب ديست اللي بيبلغ تقريبا 10 مليون يورو سنويا. طيب خبر كمان من المان سيتي. المان سيتي الحقيقه بيقترب من رحيل رياض محرز، اقترب بشده طبعا اقتراب المان سيتي من التعاقد مع بديله. طبعا محرز خلاص راح الدوري السعودي، لكن من هو بديل محرز في السيتي؟ في طبعا لعيب جديد هيضمه ان شاء الله وفقا لطبعا صحيفه فرنسيه، وافق البلجيكي جيرمي دوكو. جيرمي دوكو ده لاعب نجم رين الفرنسي على الشروط الشخصيه للتعاقد مع المان سيتي. الصحيفه الفرنسيه اشارت ان رين بيطلب الحصول على 55 مليون يورو للسماح لدوكو طبعا بالانتقال فورا الى المان سيتي. بعض التقارير كشفت ان هناك مناقشه على الصفقه، لكن السيتي بيامل بيتواصل ان شاء الله الاتفاق مع رين لهذا الاسبوع، لان متمسك جدا باللاعب طبعا، وعقب الحصول على الضوء الاخضر من جانب اللاعب السيتي بيفاوض رين الفرنسي لانتقال دوكو طبعا مع المان سيتي. على فكره اللاعب مع رين الفرنسي الموسم اللي فات سجل 7 اهداف وعمل 4 تمريرات حاسمه في 35 مباراه.